هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين ومبسوطين. النهاردة الفيديو هيبقى عن حاجات العناية بالبشرة. طبعا انا مش بروفيشنال ولا خبيرة ولا اي حاجة، بس دي حاجات جبتها واستخدمتها وهقول لكم رأيي فيها، ويا رب تستفيدوا. اول حاجة هي الغسول ده من لاروش بوزي، اسمه افاكلار، وهو للبشرة الدهنية الحساسة. ده كان حلو قوي، هو خلصان، ريحته حلوة، و200 ملي، فقعد مدة كبيرة. أول ما جبته كنت بستخدمه الصبح وبالليل، بس لقيت وشي بينشف شوية، فبقيت استخدمه الصبح بس. هرجع اشتريه تاني طبعا ان شاء الله. فهو حلو قوي، لو بشرتكو دهنية وحساسة انصحكو تجربوه. بعد كده في غسول تاني انا ما اشتريتوش، هو تستر زي ما انتو شايفين، حجمه صغير قوي، هو من كلارنس. انا كنت جبت حاجة من كلارنس هوريها لكم بعد شوية، ودتني ده تستر وقالت لي ده للبشرة الدهنية، وانا متأكدة ان انتي هترجعي تاخديه مني، وده هايل وده حلو جدا وكده، بس انا ما حسيتش كده خالص. استخدمته وانتوا شايفين هو صغير قد ايه، يعني هو استخدمته كام مره حسيته نشف وشي جدا وما كانش حلو خالص، وريحته عامله زي الديتول، فما كانش، لا ما عجبنيش خالص. هو فيه زي المايكرو بيرلز دي، اللي هي الكور الصغيره زي اللي بتبقى في السكراب او كده، بس بتبقى في الغسول، انها بتنقي البشره وكده، بس لا يعني ما اقتنعتش بيه خالص، وريحته ما عجبتنيش، ولا هو نفسه يعني نشف لي بشرتي جدا. هو اسمه جنتل فومينج كلينزر، فجربوه يعني، خدوا تستر وجربوه لو انتوا في دماغكم تشتروه، لان هو ما عجبنيش. بعد كده في الثري ستيب بروجرام ده من كلينيك، هي فيها غسول و تونر وكريم. في ناس كتير عجبها ده جدا وشكرت فيه قوي، وقالت ان هم حسوا بفرق شاسع من اول مره استخدموه، بس انا يعني ما حسيتش كده. هو حسن بشرتي، مش هقول لا، امشى بقى سلبيه، يعني حسنها تحسن خفيف، تحسن عادي، يعني مش ان انا حطيته تاني يوم لقيت بشرتي تحفه وكده، لا يعني عادي، يعني حاسه انها تحسن بسيط ومش تحسن درامي زي ما مكتوب على الكريم dramatically different. بس هو حلو يعني، مش وحش بس مش واو، يعني مش تأثيره جامد زي ما كانت الناس بتحكي عنه. هو انا جبت الصغيرة عشان اجربها، فيها التلاتة مش عارفة كام ملي، بس حجمهم صغير كده. ده الغسول، هما طبعا البشرة المختلطة والدهنية اللي هي بشرتي. وده التونر، وده الكريم، حجمه صغير قوي، مش عايز يطلع اهو. هو انا لما جبته ادتني تستر صغير من نفس الحاجة، مش عارفة ازاي يعني، بس هما ما يدوش تستر خالص، يا يدوا تستر من نفس الحاجة اللي انت جايباها، غريب شوية. بس انا لما استخدمت الاول استخدمت التستر، ف عشان هتلاقوا ده لسه مليان، فانا استخدمت التستر، فبقول لكم رأيي بناء عليه. رجعهم تاني. بعد كده ممكن اكلمكم عن ده. ده فيس ميست او بخاخ للبشرة، هو بفيتامين اي، ده لكل انواع البشرة. بصراحة عجبني قوي، يعني هو احنا في الشتاء بس انا كنت جايباه من الصيف، فلما بيكون الجو حر برشه بحس بانتعاش كده واحساس حلو قوي، وريحته كمان حلوة، يعني بحسه بدل مية الورد. هو مش بيعمل فرق جامد، بس بيدي انتعاش بنبسط كل ما احطه يعني. ف ممكن تستخدميه بدل التونر، ممكن هو بدل مية الورد، انا بستخدمه ساعات.
هو مكتوب عليه ان هو بيرفرش البشرة، يعني بينعشها وبيرطبها. طبعا ترطيب مش جامد قوي يعني، بس هو فعلا بيدي احساس بالانتعاش حلو قوي. بعد كده في الماسك ده، ده بيتباع في الصيدليات، هو اسمه بايوتاش. هو الماسك ده اللي هو بيل اوف، يعني اللي بتحطيه وتسيبيه ينشف وتقشريه كده. ده علشان البقع في الوش، سواء بقع الشمس او بقع الحبوب او كده، لما بتستخدميه بانتظام فعلا بيعمل فرق وبينور الوش. هو انا بشرتي السمرة زي ما انتم شايفين، بس عندي حاجة انا بسميها نمش، هي بقع شمس بس شكلها شكل النمش، فانا بحاول اقنع نفسي انها نمش عشان ما تضايقنيش. فده عشانها، هو مش النتيجة مش بتبان على طول، يعني بياخد وقت عشان يفتح بقع الشمس دي، لانها بتبقى نتيجة للتعرض للشمس مدة طويلة. وانا صغيرة كنت بقعد في الشمس على طول، وطبعا مكنتش بحط سان بلوك ولا واقي شمس ولا اي حاجة من الكلام ده. فيعني ده حلو ان هو بينور البشرة وبيخفف البقع، مش بيوديها على طول بس بيخفف لونها الغامق قوي ده. فانصحكم تجربوه، حلو قوي. ومن نفس البراند بتاعته، لا مش من نفس البراند بتاعته، انا بفتي بس هي نفس الشكل يعني، فعشان كده اتلخبط معلش. في ده اسمه بابيولكس تقريبا، يعني ايا كان نطقه. ده برضو بيتباع في الصيدليات. ده للبشرة اللي هي اكني برون، يعني اللي هي معرضة للحبوب يعني، او بيطلع لك حبوب كل شوية. انا بشرتي كان بيطلع لي حبوب وانا صغيرة ايام المدرسة وكده، وبعدين بطل يطلع لي حبوب، يعني كانت تطلع لي واحدة كل كام شهر كده. بس من كام يعني، من 3 شهور ابتدى الدقني يطلع فيه حبوب كتير قوي، من هي لونها احمر وبتوجع وبتسيب بقع، مش عارفه ايه السبب، يعني غالبا الاكل او كده، بس مش يعني مش عارفه، مفاجاه كده طلعولي. بس ده بحطه اول ما احس ان في حبوب هتطلع، وبيهديها على طول، مش بيشيلها 100%، بس بيخليها تهدى وما بيخليهاش تكبر ويبقى شكلها وحش. وكمان في نفس الوقت بيخفف البقع، ما بيخليش الحبوب تبقع في الوش. ف عجبني قوي. هو كان او كمان مفيده اللي هم الناس اللي بيطلع لهم حبوب في الظهر وفي الوش، يعني بتتحط في اي مكان تطلع فيه حبوب، وهو اويل فري يعني ما فيهوش زيت ما فيهوش اي حاجه، ف ما تقلقيش منه يعني. فانصحكم جامد بدا لانه تاثيره حلو قوي. وكنت عايزه اقول حاجه كمان ان هو مش بيتحط على البشره كلها، بيتحط على الحبوب بس، مش يعني بتشوفي فين يعني احساس ان انت فيه حبايه هتطلع وتحطيها عليه على المكان بالظبط، ما تحطيهوش على كل البشره. بعد كده من كلارنس جبت الزيت ده، هو زيت للوش، هو ده بزهره اللوتس تقريبا. هو 100% من مستخلص النبات ده، يعني حاجه طبيعيه للبشره المختلطه او الدهنيه. ده شكله من جوه حلو قوي، ريحته عامله شويه زي عشب الليمون، بس مش متضايقني يعني، لما بحطه قبل ما انام بحس باسترخاء كده وبيعجبني قوي. انا بستخدم غسول بالليل وبعد كده بحط ده، وبحطه بالضغط يعني كده، مش بمسح. وهو في قطارة زي ما انتم شايفين، فاحساس حلو قوي ان انا استخدمه بالليل. بحط 3 أو 5 نقط يعني حسب ما انا عايزة. عجبني قوي، وبصحى الصبح بحس ان بشرتي كده طرية وفيها حيوية كده، حلو قوي يعني. انصحكم ان انتم تجيبوه وتجربوه، انا بستخدمه بقالي كتير جدا يعني شبه كل يوم بالليل، وزي ما انتم شايفين يعني قاعد ما يعني حتى ما نقصش جامد يعني، هي الحتة دي بس. ده عجبني جدا يعني، اكتر حاجة عجبتني من مشترياتي الاخيرة، وانصحكم ان انتوا تجيبوه. في للبشرة الجافة، في للبشرة الدهنية والمختلطة،
وفي نوع تالت بس مش فاكرة للبشرة، يعني لأني نوع بشرة. وآخر حاجة هي واقي الشمس. أنا الأول كان عندي ده اللي هو لاراش بوزي ب sun protection factor 50 أو معامل الحماية من الشمس 50، اسمه انثاليوس XL. هو كان ميلتن كريم، بس أنا على ما أعتقد إن الكريم ده للبشرة الجافة، ما ينفعش للبشرة الدهنية لأنه بيبقى تقيل. بس أنا فاكرة إن أنا روحت للصيدلي أو أيا كان اللي واقف، قلت له عايزة sun block للبشرة الدهنية، ما كنتش بشغل بالي ان انا اقرا بنفسي قوي، كنت بعتمد على ان انا بسرعه بسرعه اقول لحد يجيب لي الحاجه. بس دلوقتي لا، بقيت بقرا يعني. فجاب لي ده، هو يعني كحمايه من الشمس كويس، بس هو اغلس حاجه فيه ان هو تقيل قوي، ولما بحطه بيعمل طبقه بيضه على البشره بتبقى سخيفه قوي، و يعني بحاول اقلل الكميه على قد ما اقدر عشان ما تعملش الطبقه البيضه دي، عشان بيبقى شكلها مش حلو يعني. بعد كده جبت برضو من لاراش بوزي نفس الماركه، وبرضو معامل حمايه من الشمس 50 وانثاليوس اكس ال، هو هو بالظبط، بس الفرق ان ده انتي شاين، يعني ضد اللمعان، يعني عشان طبعا انتوا عارفين البشره الدهنيه واللمعان حاجه صعبه جدا. سوري لو في دوشه جايه من بره، معلش. اهم حاجه عندي في الصيف ان بشرتي ما تكونش بتلمع، عشان ده اكتر حاجه بكرهها. ففرحت لما لقيت ده وقلت لازم اجيبه. الفرق بينه وبين ده ان ده ميلتن كريم وده مات فلويد. الكريم بيبقى سميك فبيبقاش حلو قوي للبشره الدهنيه، الفلويد بيبقى خفيف قوي، فده احسن للبشره الدهنيه لانه ما بيسدش المسام والبشره بتمتصه اسرع، وان هو مات يعني مش هيخلي بشرتي تلمع. هو في الشتاء مش مهم قوي، ما بتبقاش بتلمع قوي، بس في الصيف بيبقى شكلها صعب، فقلت لازم اجربه. انا جبته بس لسه ما جربتوش الحقيقه. ده شكله من جوه، مختلف شويه عن التاني. هجربه واقول لكم رايي فيه، بس انا حاسه انه هيعجبني من قبل ما اجربه، بس يعني لما اجربه هقول لكم رايي فيه على طول. بس كده انا خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. معلش هو في دوشه تقريبا انتوا سامعينها اكيد، و بس كده يا رب يعجبكم. انا عايزه اقول كمان حاجه، كان الفيديو اللي فات كانت روان احمد عملت لي كومنت جميل جدا و انبسطني جدا بصراحه، بس انا مش عارفه ارد عليكي، ف يعني انا برد عليكي دلوقتي. ربنا يخليكي، والكومنتس اللي انت بتكتبيها بجد تحفه. بس كده، شكرا ان انتوا شفتوا الفيديو، واشوفكم على خير. باي باي.